مصر النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا بحضرتكم مرة تانية. الأسبوع اللي فات وإحنا قاعدين في الحلقة كنا في فقرة بنتكلم عن الأحزاب ومستقبل الأحزاب في مصر. جالنا خبر وإحنا قاعدين يمكن قلنا ساعتها إن هو قنبلة سياسية، ما كناش عارفين إيه تبعات الخبر ده، وهو تولي الأستاذ طلعت سادات رئاسة ما سمي أو ما يعني قرروا تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد. كان في تساؤلات كتيرة قوي، المستقبل الحزب هيبقى عامل ازاي، تبعات الخبر ده وتأثيره على الحياة السياسية في الفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي، ولكن لم يدم الأمر طويلا. فكان في النهاردة حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني ونقل أمواله إلى الدولة، طبعا بالإضافة إلى مقار الحزب وتصفية كل ممتلكات الحزب. احنا النهاردة معانا الراجل أو أحد الرجال اللي وراء القضية والدعوة بحل الحزب الوطني، وبرضو أحد الرجال أو يعني الرجل اللي وراء بلاغات كتيرة قوي من بلاغات الفساد اللي وردت إلى النائب العام وجهاز الكسب المشروع في الفترة اللي فاتت. احنا معانا الأستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حل الحزب الوطني مبدئيا ليه؟ يعني أولا عندما رفعت قضية بهذا الاتجاه وتم تحديد جلسة قبل ذلك يوم 26 مارس للنظر في هذا الأمر، كان يحكمني عدد من الاعتبارات عكسها تقرير هيئة مفوضي الدولة. واحد، أن الحزب الوطني هو المسؤول بالأساس عن فساد الحياة السياسية في مصر. هذا الحزب الذي أنشئ عام 79 احتكر السلطة وأجرى بشكل غير مشروع زواجا ما بين السلطة وبين الثروة. عندما نقول احتكر السلطة فمعنى ذلك أنه زور الانتخابات، وقف حائلا أمام تداول سلمي للسلطة، كان دائما يصر على تقزيم دور الأحزاب المعارضة، كان يحول دائما بين خروج أحزاب قوية وحقيقية تعكس حركة الشارع السياسي في مصر. الأمر الثاني، أن كل الحكومات اللي موجودة طيلة السنوات الماضية حوالي 32 سنة ماضية هي حكومات الحزب الوطني. هذه الحكومات التي تسببت في الخراب الاقتصادي والسياسي في البلاد، التي قزمت دور مصر العربي وتأثيرها الدولي، التي تسببت في انتشار الفساد، التي تسببت في زيادة معدلات الديون. احنا عندنا معدل الدين المحلي العام حوالي 808 مليار، عندنا ديون خارجية والمحلية أكثر من تريليون وواحد مليار تريليون أظن ومليار. طبعا لما يكون لدي حزب بهذا الشكل ظل قابعا على أنفاس الشعب المصري طيلة هذه الفترة، والثورة عندما قامت في مواجهة هذا الحزب بالأساس وممارساته السياسية، من الطبيعي أن نحتكم إلى القضاء. نحن لم نذهب ونغلق أبواب الحزب، نحن احتكمنا إلى القضاء المصري، دائرة الأحزاب، دائرة قانون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا. لماذا لم نحتكم للناخبين بدلا من القضاء؟ لا، أنت قدمت حيثيات معينة ولجأت إلى الطريق الطبيعي والقانوني. حتى عندما تحدث البعض عن أن هذا حكم سياسي وليس حكما قانونيا، لأنه كما قال ما مشيناش بالطريق الطبيعي، لا احنا مشينا بالطريق الطبيعي. نحن نعرف أنه يعني لا توجد لجنة أحزاب. لما حد يختلف مع حزب يلجأ إلى القضاء، يلجأ إلى حل، لما يبقى فيه اختلاف سياسي، لا فارق كبير جدا، يلجأ إلى القضاء. لا فارق كبير جدا بين حزب سياسي موجود على الساحة ولم يرتكب يعني جرائم اقتصادية أو سياسية، وبين حزب سياسي الشعب كله وقف ضده وأسقطه بالأساس وحرق مقراته. فأنا عايز أقول إن احنا لجأنا بالطريق القانوني، اخترنا النائب رئيس الوزراء المشرف الآن أو القائم بعمل رئيس لجنة الأحزاب. تقرير هيئة مفوضي الدولة قال ليس بالضرورة اللجوء إلى رئيس لجنة الأحزاب، حيث أن رئيس لجنة الأحزاب هو نفسه أمين الحزب الوطني، ولا يعقل بأي حال من الأحوال أن يلجأ إلى حل الحزب الذي هو يترأسه، وأنه من حق أي مواطن مصري باعتباره مضار، فما بالك إذا كان هذا الشخص سياسيا وله دور في العمل السياسي، من حقه أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي، ومن حق المحكمة أن ترى إحالة الأمر لتحقيق النيابة أو أن تأخذ الأمر بيدها وتتصدى للقضية كما حدث بهذا الشكل. فأنا عايز أقول اللي بيقولوا ده حكم سياسي،
بقول لهم أرجوكم لا تهينوا القضاء المصري، القضاء المصري قضاء عادل ونزيه، والمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي أكبر بكثير من أن يقال عليها هذا الكلام، هم يستندون إلى القانون وإلى أحكام الدستور في القرار الذي صدر. أنا قبل ما أكمل الأسئلة بس عايز أقول أن أي سؤال حسأله ده لا يعبر عن رأيي الشخصي أو أسئلتي الشخصية، ولكن ده الأسئلة اللي موجودة النهاردة في الشارع، أسئلة ناس في الشارع ويمكن أسئلة بعض الناس اللي كانوا موجودين في جلسة النطق بالحكم النهاردة. نتكلم على فساد الحزب، ألم يكن كافي إقصاء رموز النظام الفاسدة، القيادات الفاسدة بمعنى أصح؟ إقصاء القيادات الفاسدة هذا أمر رهنه الأساسي هو القضاء المصري، سواء كانت النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو الجهات القضائية المختصة. هذا الإقصاء ليس أنا صاحبه، أنا ممكن أن أتقدم ببلاغ ضد حد، البلاغ قد يكون كاذب، أنت تستطيع أن تعمل حقك القانوني وتتقدم ببلاغ ضد أي حد، قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ. في حالة عدم الأخذ فأنت متهم بالبلاغ الكذب. كل ما قدمته هو أنني قدمت بلاغات موثقة ومدعمة بالمستندات ضد بعض الرموز، حتى حساب مكتبة الإسكندرية عندما ذهبت وقدمت حساب مكتبة الإسكندرية كان لدي كشوف حسابات تقول أن هناك 145 مليون دولار موجودة في حساب باسم مكتبة الإسكندرية لا تعلم إدارة مكتبة الإسكندرية عنه شيئا. طب من حق أقول إيه؟ أسيب 145 مليون دولار يضيعوا؟ ولا هذا حق الشعب وحق البلد وحق مكتبة اسكندرية، لأن هذه الأموال جاءت من أحمد الخارج، لكن الرئيس السابق أصر على أن تبقى باسمه ويتعامل هو والسيدة حرمه في هذا الأمر دون أن يعلم مكتبة الإسكندرية. فأنا في كل القضايا التي تقدمت فيها كنت يعني، حتى في قضية أسمنت أسيوط التي صدر قرار بها من عاطف عبيد بتجميد من عاطف عبيد ومختار خطاب من السفر، أنا قدمت كمية من الوثائق غير عادية تثبت أن في 3.5 مليار جنيه أهدروا في عملية البيع بالمستندات كاملة، حتى في المبيدات المسرطنة، وده آخر بلاغ كنت قدمت 120 مستند تؤكد وتعكس أن الإدارة التي كانت موجودة على رأس وزارة الزراعة سواء كانت يوسف وادي أو السيد أمين أوازة أدخلت إلى البلاد مبيدات مسرطنة، قدمت الوثائق والقرارات. يعني لو كلمنا على أعضاء ومؤيدي وأنصار الحزب، الحزب ليه أنصار وليه قاعدة واسعة في الشارع، رؤية سيادتك للناس دول إيه؟ يعني إحنا دلوقتي فارق كبير جدا. أولا في ذنبهم إيه طيب؟ يعني قالوا أن هناك 3 مليون مواطن أعضاء في الحزب. أنا أتصور أن 3 مليون مواطن هم أنا أصلا عناصر غير فاعلة، وأصلا غالبيتهم غير مقتنعة وغير منتمية بالحزب. يعني لاحظ ده حكم على 3 مليون مواطن. نعم لاحظ معي ان القيادات الموجودة حاليا كلها تدين، يعني محمد رجب الامين العام للحزب يدين، نبيل لوقا بيباو يدين، مجدي علام يدين، كل قيادة موجودة بشكل او باخر في الحزب الان تدين التصرفات السابقة، تدين التصرفات السابقة. اذا نحن امام اناس يقولون ان هذا الحزب كان حزبا فاسدا. طيب السؤال، هل هؤلاء ممنوعون من الالتحاق بأي حزب، أو هل هؤلاء ممنوعون من تأسيس أي حزب سياسي؟ الإجابة لا، يقدروا يؤسسوا أي حزب سياسي، لكن لو كان الحزب الوطني الجديد لو بنتكلم على الحزب الوطني الجديد هم أحرار، حزب بنفس الاسم هم أحرار هم كما يريدون. حزب الوطني الجديد ما هوش حزب الوطن الديمقراطي، حزب يعني آخر، لن يضيرك في شيء لو تم تأسيس حزب جديد. من حق أي حد من حق أي حد أن يؤسس أي حزب، وعشان هيعمل حزب هنروح برضو؟ لا، احنا نحن استهدفنا رمز الفساد السياسي في البلد، الحزب الوطني الديمقراطي، هذا هو ما كان مستهدفا من الدعوة. ولكن الأعضاء هم هم والأنصار هم هم ونفس التشكيل، أي حد عايز يعمل حزب تاني ما فيش مشكلة، يدخلوا في أحزاب تانية ما فيش مشكلة، ما فيش حجر على رأي ولا على فكر لأي حد إطلاقا. يعني نحن نحترم الآخر بالتأكيد. والحزب الوطني الديمقراطي كان هناك كلام محدد عليه صاغه تقرير هيئة مفوضي الدولة في 7 نقاط محددة هي بمثابة إدانة لعصر كامل. تمام. أستاذ مصطفى، لما نتكلم على الحزب الوطني بنتكلم على قوة سياسية ليها قاعدة واسعة وليها تأثيرها أو ليها وزنها كمان ما بين القوى السياسية الأخرى. شايف التوازن السياسي في الفترة اللي جاية، وإحنا دلوقتي داخلين على انتخابات برلمانية
هيبقى عامل ازاي بدون الحزب الوطني وبدون الرمز اللي اتكلمت عنه؟ شوف هيختل شوف ولا شوف ولا هيفضل زي ما هو؟ لا اولا يعني دعنا نقول ان الحزب الوطني حتى لو كان نزل الانتخابات بشكل حالي ولم يحل، انا متاكد انه كثير من هذه الرموز كانت ستسقط انتخابيا. يعني البعض يقول انه في رموز لها تواجد عائلي وتواجد قبلي، وان الناخب المصري في كثير من الاحيان ينحاز الى هذا الخيار، لكن انا بقول بعد ثوره 25 يناير عقول كثيرة تغيرت ونحت القبلية جانبا ونحت مسألة العائلة جانبا، أصبح الناس جميعا يلهثون الآن كيف نحقق أهداف الثورة، ولذلك كان سيتم إسقاط الكثيرين، بالعكس حل الحزب لمصلحة كثيرين لأنه سيحررهم من هذا الحزب. القضية الأساسية ودائما يعني الفزاعة التي بدأوا يخوفون بها الآن الإخوان المسلمون. إخوان المسلمون حياخدوا الحياة السياسية، إخوان المسلمين حياخدوا المقاعد الأساسية في البرلمان، إخوان المسلمين قالوا 30% وبعدين رجعوا قالوا 49%. أنا أرجو ألا يستخدم إخوان المسلمون بمثابة فزاعة كما كان يستخدمهم النظام السابق بالشكل السلبي. أنا عايز أقول أن من حق الإخوان المسلمين ومن حق أي تيار سياسي وفكري أن يرشح أعضائه في كل الدوائر. إذا الشعب اختار الإخوان المسلمين أنا أضرب تعظيم سلام، إذا الشعب اختار قوى ثورة 25 يناير 100 تعظيم سلام، إذا الشعب اختار الوفد، إذا الشعب اختار أي حد، إذا قررنا أن نحتكم إلى إرادة الجماهير في صندوق انتخابات نزيه يبقى علينا أن احنا نحترم قواعد اللعبة، لكن ما أجيش أقول كذا. المتخوفون من هيمنة الإخوان وسيطرتهم عليهم أن يبذلوا مزيدا من الجهد، مزيدا من التواصل مع الجماهير حتى يحدثوا توازن على الحياة السياسية. وأنا بقول ليس من مصلحة مصر ولا من مصلحة الإخوان المسلمين ولا من مصلحة كل قودي أن يأتي تيار بعينه ويحتكر الحياة السياسية. يعني أنت لست متخوفا من سيطرة أو هيمنة جهة أو تيار معين على الانتخابات وعلى البرلمان لا في الفترة القادمة؟ لا لست متخوفا، وأتصور أن البرلمان القادم سيكون متوازنا والعودة مرة تانية لسيطرة الحزب الأوحد سيكون متوازنا وستمثل فيه قوة سياسية عديدة، خاصة إذا أخذنا بنظام القائمة النسبية. أعتقد أن ده يعمل نوع من أنواع يعني كل ألوان الطيف السياسي والفكري والاجتماعي أتصور أنها ستكون موجودة في البرلمان، وأتصور أننا سنكون أمام حكومة ائتلافية تعكس القوى الحية الموجودة في برلمان مجلس الشعب. طيب أستاذ مصطفى، رؤيتك للانتخابات القادمة، الانتخابات البرلمانية القادمة، ويمكن ده مثار للجدل اليومين دول، الأحزاب القديمة والأحزاب الجديدة تحت التأسيس، رؤيتك شوف بشكل عام؟ شوف أنا, 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 أنا بعتقد أن ما أحدثته ثورة 25 يناير في الشارع المصري سيظل هو العنوان لكل انتخابات. بمعنى أن الناس لن تنتخب إلا من تؤمن به ومن تكن على يقين أنه سيمثلها تمثيلا حقيقيا. بمعنى أنك أنت لازم تعبر عن قضايا الناس وعن مشاكل الناس، لازم تكون حريص على مصلحة المجتمع، لازم تكون مواجه شرس للفساد، لازم توقف عملية الزواج بين السلطة والثروة، لازم تتبنى الخيارات الأساسية، لازم تنهض بمصر، لازم تقدم برنامج عمل. الناس تحترم دائما من يقدم برنامج عمل سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد القومي لهذا البلد. وعشان كده أنا بقول طالما ضمننا انتخابات نزيهة، أتصور أن الشكل الحضاري الذي رأيناه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سنرى ما هو أكبر وأقوى منه خلال الانتخابات القادمة. الخطر الحقيقي هو في ظهور البلطجة وظهور رأس المال، ده الخطر الحقيقي اللي ممكن يعوق، خاصة في ظل يعني عدم العودة الكاملة للأمن حتى الآن. وأنا حقيقة يعني رغم تفاؤلي بما يقوله السيد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، إلا أننا في حاجة حقيقية وماسة لاستعادة الثقة بين الشعب والشرطة. طيب، لأنه بدون هذه الثقة سيظل الميزان مختلا على أرض الواقع. بما أن سيادتك